متابعينا في المملكة العربية السعودية، أسعد الله صباحكم بكل خير. نهار اليوم تسود أجواء مستقرة في عموم المناطق، تكون الأجواء باردة نسبيا في المنطقة الشمالية لكن حارة في باقي المناطق. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال نهار اليوم تسود أجواء حارة 39 درجة مئوية، الحرارة تلامس 40 درجة مئوية في العاصمة الرياض، أما الموسى 35، أما الرطوبة منخفضة والرياح تكون نشطة السرعة شمالية الاتجاه. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم نبدأ من المنطقة الشمالية. درجة الحرارة تكون معتدلة، سكاكا 25 إلى 11، نفس الحرارة تقريبا في عرعر، تبوك 23 إلى 9 درجات مئوية. بالنسبة للمنطقة الغربية، المدينة المنورة 35 إلى 19، جدة 29 إلى 22، مكة المكرمة 35 إلى 20، والطائف 29 إلى 20 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 25 إلى 15، أبها 28 إلى 13، وجازان 33 إلى 25 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام 35 إلى 22، حف الباطن 32 إلى 21، والإحساء 41 إلى 23 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 39 إلى 26، بريدة 37 إلى 18، وحائل 32 إلى 13 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.